ياه وحشني علاء من امبارح. زعق، اوعى تكون بتزعل. خلونا الراجل بيقول الحق، ده انت اللي نطقت. المهم سيبنا منه، خلونا نشوف برضو شخصيه تانية من الشخصيات شديده الثبات على موقفها. هو النائب الجميل محمد العمده، واللي دايما يدهشنا بمواقفه ويدهشنا بآرائه ويدهشنا كمان بحاجات كتير جدا. اتفضل معانا. زي ما انتم عارفين انا كراجل ولي عهد العموديه فتره الرضاعه بتاعتي ما كانتش سنتين زي باقي الناس، لان مش مواطن عادي يعني ولي عهد عموديه. ففتره الرضاعه استمرت تقريبا 6 سنين لغايه ما دخلت اولى ابتدائي. زي ما انتم عارفين انا كراجل ولي عهد العموديه فتره الرضاعه بتاعتي ما كانتش سنتين زي باقي الناس، لان مش مواطن عادي يعني ولي عهد عموديه. ففتره الرضاعه استمرت تقريبا 6 سنين لغايه ما دخلت اولى ابتدائي. ما سننتش في الفتره دي؟ ما هو التسنين برضه ليه احكامه. اما بتطلع السنان ليها احكام بصراحه، خصوصا في موضوع الرضاعه. ماشي، مفيش ازمه. سيد النائب محمد العمده يرى انه من دواعي الفخر انه ظل يرضع حتى اتم الـ6 سنوات من عمره، ثم التحق بالمدرسه الابتدائيه. ده جزء من السي في الهام جدا بتاع سياده النائب محمد العمده صاحب المواقف السياسيه الثابته. جزء انه هو مواطن غير عادي. يعني خدوا الكلام ده على محمل الجد او على محمل الهزل، لكن الراجل ده ما كانش بيهزر. أنا أعترف جدا إنه هذا الرجل صاحب وجه بشوش. أنا قابلته في الحقيقة في هذه المحطة، وكان باش الوجه مبتسم دائما، وهو راجل ما شاء الله ربنا يديله الصحة طول بعرض كده، حاجة جميلة يعني. وكان ضيفنا في هذه المحطة وأشاد بهذه المحطة، بل وأشاد بأنها تقول الحقيقة ولا الشيء غير الحقيقة، حتى إنه يعني أنا أقدر أقول تفضل مشكورا بأن هو دعا زوجته وأطفاله الخمسة للحضور إلى هذه المحطة. طبعا مش عشان يشاركونا في حلقتنا من برنامج صباح أون أنذاك على شاشة أون تي في، لكن كانوا قاعدين في غرفة الضيوف معززين مكرمين لحين انتهاء اللقاء مع النائب محمد العمدة. وقال لي أنه جه هنا علشان يوضح المواقف الملتبسة وما تلوكه الألسن حول بعض كلامه داخل أو تحت قبة البرلمان. فقلت له طبعا يعني يا ريت، ده احنا نقول لك تعالى وقول يعني الحق الحق المستحق زي ما بيتقال. فجاء بزوجته وأطفاله الخمسة، والحقيقة برضو تفضل مشكورا ودعاني لضرورة التصوير معاهم لأجل الذكرى الغالية، وأنه هو يسعد ويتشرف بأنه هو هيتصور معايا. فأنا الحقيقة شكرا جدا للنائب محمد العمدة على هذا الموقف، لكن ده لا يعني أن احنا نناقش عدم ثباته على المواقف السياسية بصراحة. حضراتكم عارفين أنه مثلا جماعة الإخوان كانت داخلة في الجمعية الوطنية للتغيير قبل ثورة يناير 2011، ومش عارف أنتوا عارفين ولا لأ أنه هذه الجماعة التي طالما بعد الثورة هاجمت الدكتور محمد البرادعي هي من قامت زيها زي تيارات أخرى بجمع توكيلات للدكتور البرادعي من المواطنين، وقامت الجماعة عن طريق قواعدها وشبانها بجمع كتير، 800,000 توكيل للدكتور البرادعي اللي هاجموه بعد كده. سبحان الله العظيم. واللي شافوا فيه انه رجل يعني يكفر ويمرق وما الى ذلك. بس الظريف اللطيف انه في هذه الاثناء كان السيد النائب اللي ما كانش نائب محمد العمده كان من اشد المؤيدين للبرادعي، والله العظيم ما بهزر. هل الكلام ده تاخدوه كده ولا تسمعوه بالاذان وتشوفوه بالعينين؟ ماشي؟ هتشوفوه. لكن خلونا الأول نشوف هو بعد الثورة، أنا عايز بس أشوف موقفه بعد الثورة كان ماشي إزاي تسلسلا، وبعدين نبدأ نشوف يا ترى هل ترى هو كان بيقول إيه قبل هذه المواقف. يعني إحنا شفنا فيديو الرضاعة
بتاعت محمد العمده اللي انا مش عارف هو ايه موقع الفخر بهذا الموضوع واحساس بالفوقيه وان هو فوق الناس وان هو مختلف عن بقيه الناس وان هو قاعد يرضع لحد ما بقى عنده 6 سنين ودخل ابتدائي وكانها سي في عظيمه مشرفه تسمح له ان يكون نائبا في البرلمان او يتولى منصبا في العموديه او انه يصير وزيرا مثلا او مسؤولا عن شيء في هذا الوطن. لا اعتقد انه من دواعي الفخر انك انت قعدت ترضع 6 سنين. سيبنا من الهزار وانك سننت وانك عضعت، يعني مش دي القصه دلوقتي. القصه بالنسبه لي دلوقتي هي محمد البراد، اسف، محمد العمده الحقيقه وموقفه بعد الثوره كان ايه. عايزين نشوف كده كان بيقول ايه، لو سمحتوا نتابعها مع بعض. احنا لا انتخبنا البرادعي ولا انتخبنا زيد ولا انتخبنا عبيد، ما انتخبناش حد. انا عشان ادعي الدكتور البرادعي واقول لك لما تلغي الاعلان الدستوري ابقى اجي لك او ابقى اتكلم معاك. ليه يا اخي؟ هو انت الرئيس ولا هو الرئيس؟ حلو، ما عنديش مشكله خالص. ليه يا اخي؟ هو انت الرئيس ولا هو الرئيس؟ وانت ليه تلغي وتقول تتكلم وتتكلم على الغاء اعلان دستوري وما اعلان، مع انه من حق المعارضه انها تتحدث عن اي شيء في العمل السياسي وايضا فيما يختص بالمجتمع والاقتصاد وما الى ذلك. امال هي معارضه ليه؟ هي معارضه عشان تتحدث في هذه الشؤون وعلشان تضع حلول واطروحات واليات للحل. ماشي؟ طيب. خد اللي قاله دلوقتي ده وهو بينكر على البرادعي هذا الحق وارجع بفلاش باك هو كان بيقول ايه على البرادعي في 28 يناير. لو سمحت اتفرج. هذا اليوم الدكتور البرادعي يوم تاريخي، يوم بحياته البرادعي دوت. ايوه كشف النظام على حقيقته وطلعنا عشان يقدر ابنائه مهما كانت درجتهم العلميه ومهما كانت مكانتهم. هذا التعامل البشع كشف النظام على حقيقته. وما حدث مع الدكتور البرادعي ان شاء الله حيكون نهايه هذا النظام. امين باذن الله حيكون نهايه. امين الراجل يوم 28 يقول لك انه الدكتور البرادعي هو من كشف هذا النظام على حقيقته، وانه ما حدث مع الدكتور البرادعي هو ما يعري النظام ويكشفه على حقيقته وهكذا. وبعدين يوصفه يقول لك ايه، وهذا العالم الجليل، يعني هو وصف البرادعي بانه عالم جليل. ده رايه في البرادعي يوم 28/11 يوم 28 يناير. طب لما هو عالم جليل ولما هو البرادعي كشف النظام، انت زعلان من البرادعي قوي ليه؟ ان هو يعارض يا اخي، ده كشف نظاما فاسدا بائدا وبالتالي من حقه ان هو يستمر في كشف كل الحقائق ان اراد يا اخي. له حق التعاطي السياسي، انت مالك؟ وبعدين انت شايفه عالم جليل ومحترم وان له مواقفه الكثيره، وبعدين فجاه هوب غير يا عمده، يروح مغير العمده. غير البرادعي برضو الحقيقه هتلاقي انه باقي قيادات المعارضه، السيد محمد العمده كان ليه راي فيها بالظبط زي اللي كان بيتكلم فيه عن البرادعي. هتلاقوا تحديدا كلامه عن الاستاذ حمدين صباحي، نشوفه مع بعض. يا استاذ حمدين انا ندمت اني عملت لي مؤتمر، عملت لك مؤتمر قدام بيتي. انا ندمت على كوبايات الشاي اللي طلعتها للناس. لو كنت عارف ان القوه اللي انت هتتخذها عشان تسقط بها البلد ما كنتش طلعت كوباية شاي لمواطن يشربها. لا، لو على الشاي هنجيبه، يعني احنا هنخلص لك حق الشاي. يا راجل عيب، انت راجل بتاع سياسة ولا احنا فاتحين نصبة؟ انا انضمت على كوبايات الشاي، شيء ده ايه الهجس اللي احنا عايشين فيه ده؟ ايه الهجس ده؟ وبعدين بص، دايما المكافأة بتاعت المولي لجماعة الاخوان ايه؟ احنا هنشوف لك حاجه جنبنا. بقول لك ايه، ما تاخد لك برنامج كده حاجه حلوه جميله ظريفه ونعمل لك دوار العمده عندنا في القناه ونظبطك وتبقى انت بتقبض لك قرشين كويسين، تزهزه معاك المسائل وتتبشبش. مش انت واقف معانا؟ مش انت كنت طول النهار رايح جاي قدام حصار المحكمه الدستوريه؟ هو مش متصور يا جماعه هناك محمولا على الاعناق؟ فالراجل اهلا وسهلا، اتفضل تعالى اشتغل وهتقبض وبعرق جبينك. بس اي حد في الدنيا عاوز يشتغل مع قناه مصر 25 هيشغلوه يعني؟